الحمد لله رب العالمين. أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار. كانوا أفراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار. قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار. في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل والثبور لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار. عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا ندى ما يصح القلب صحا، فاطردوا عني الصبا والمرحا. هزم العقل جنودا للهوى، فاسدي لا تعجبوا إن صلحا. زجر الحق فؤادي فارعوى، وأفاق القلب مني وصحا. بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادينا الوحى.